بيب حياتك حياتك. أنا ما جيت على الدفن لأنه عرفت إنه كان بس للعيلة. أنت بتعمل إيه هنا؟ بتعمل إيه هنا؟ خالد فيك تروق. خالد خليني أتكلم معاه عشان ما نعملش مشاكل لزوجته. مشاكل؟ لا مش هعمل مشاكل. نعم أنا بعدني ناطرك. نادين يلا حبيبتي ديما معلش احنا لازم نمشي. باي في حياتي. حياتك الباقية. شكرا جدا يا باي باي. باي باي يا نادين. باي باي. جاتي؟ ايه ايش؟ بص اللي تعمل لك حاجة هناكلها ممكن بس يا سيدي. أنا مكسوفة لك قوي، أنت جايب منين البجاحة دي؟ أنا ما رضيتش أكسفك من المستشفى لأني كنت تعبانة جدا، بس أنا مش مصدقاك. لو ما بحبك من كل قلبي ما كنت حطيت حالي بهالموقف أصلاً. أنا ممكن أكون مع أي إنسانة تانية بس أنا اخترت أكون معك. لأني اشتقت لك، اشتقت للي كان بيني وبينك. اشتقتي لهالإحساس؟ لا ما اشتقتلوش لأنه ما كانش حقيقي. وكل اللي بيني وبينك ما كانش حقيقي. انت ما تعرفش عني اي حاجه ولا انا اعرف عنك اي حاجه. حتى ابسط حاجه اعرفها عن راجل متعلقه بيه ما عرفتهاش، انه متجوز. بس انا طلقت لاني كنت عايش بكذبه كبيره وانت خليتيني اكتشفها. واكيد كنت رح اقول لك بس كان بدي بيع بعد شويه وقت. انا يمكن حبيت الوقت اللي كان بيني وبينك. يمكن كان الوقت ده بيخليني اهرب من كل مشاكلي وافكاري. بس أنا دلوقتي أدركت حاجة تانية خالص. أدركت إن مش هو ده اللي أنا عايزاه. أنا عايزة حاجة طيبة وحنينة ودي أكيد مش أنت. وأنا لازم أمشي. محدش فيكوا شاف خالد؟ لسه خارج دلوقتي. خالد بسرعة عشان خلصت. عجل الحياة طيرت.